رجل كثير الوسواس يصلي أكثر من مرة ويتوضأ أكثر من مرة، فما هو العلاج وبماذا تنصحونه؟ يتوضأ مرة واحدة ويسبغ الوضوء ولا يلتفت للوسواس بعد ذلك، لأنه إذا توضأ ارتفع حدثه، وإذا طرأ عليه شك أو وسواس فالشك لا يؤثر على اليقين. الوضوء لا ينتقض إلا بيقين حصول الحدث، أما مجرد الشك في حصوله أو عدم حصوله فهذا لا ينقض الوضوء. نعم.